أنا دانا محمد الحمادي من أبو ظبي، مغامرة، أحب أكتشف الأماكن الجديدة. حضرت محاضرة للعالم البريطاني روبرت سوان، كان موجود في فندق ياسر أبو ظبي، كان يعطي محاضرة عن القطب الجنوبي، فعجبتني المحاضرة عن رحلته وعن مغامرته وكيف وصل هناك، فحبيت اني اشوف اني اكون اول مغامره اماراتيه توصل للقطب الجنوبي. فكلمته بعد المحاضره وقلت له ان مستر روبرت انا حابة اني اكون معاك في الرحله الجايه، فكان وايد وايد سعيد لان بالنسبه له كعربيه وخصوصا من الخليج وخصوصا بعد من الامارات يعني، فكان جدا سعيد، فانضم اعطاني الموافقه وبديت اشتغل على نفسي من هذيك اللحظه. طبعا بالرياضه، بديت 6 شهور بروجرام رياضه، كان عندي مدرب هولندي كان متابع الرياضه اللي كنت امارسها، في سبيشال دايت كنت اسويها، طبعا كنت اخذ بروتينات اركز فيها على اللحوم الخضروات عشان اقوي فيها عضلات الاقدام، لان فيها مشي وفيها تسلق وطبعا فيها جبال عاليه كلها ثلوج، ومشي على الثلوج طبعا وايد وايد تكون صعبه. من هذاك الوقت رحت احب احصل على راعي يرعي الرحله هاي، كانت طبعا عمليه جدا شاقه لانه مو بسهوله ممكن تقنع الشركات او الناس عن الرحله هاي، يقول لك شو الهدف من الرحله. والحمد لله حصلت كذا شركه رعت الرحله، طبعا في الوقت الاخير، في الوقت الضايع، لكن الحمد لله كنت انا مستعده نفسيا اني اروح. بالنسبه لاهلي طبعا كانوا نوعا ما متخوفين علي، وهم نفس الوقت مو عارفين شو يعني القطب الجنوبي، هم عارفين انه ثلج لكن شو السالفه ما عارفين اساسا. فحتى الوالده كانت تقول ده انا خاف ياكلك الدب القطبي، اقولها الله يهديك الدب القطبي في الشمالي مو في الجنوبي. يعني بالنسبه لخط الرحله طلعنا من مطار دبي الى ساو باولو في البرازيل، وبعدها الى بيونس ايرس في الارجنتين، ومن بيونس ايرس الى مدينه اوشوايا. هاي منطقه اوشوايا هي اخفض مدينه في العالم، يعني بعدها ما في اي مدينه اخرى. في هاي المدينه قعدنا 5 ايام، دربنا في على التسلق لان كانت فيها جبال عاليه، فيها شويه ثلوج، كان المدرب هناك كان موجود، العالم كان موجود، الطبيب، كل المجموعه كانت موجوده. تقريبا كنا 79 شخص من دول العالم، من الصين، من هونغ كونغ، من استراليا، كندا، الولايات المتحده، وكنا طبعا 5 من الامارات، 4 شباب، وانا الوحيده اللي كنت بنت. فكانوا طبعا مهتمين فيني بزياده لانهم كانوا خايفين، لانه يقولون كيف بنت جايه من الصحراء ورايحه لهاي المنطقه. فقلت لهم لا تخافون، انا الحين خلاص خلوني اغامر يعني واشوف حالي مثلكم. بعد ما خلصنا هال5 ايام تدريب وتعرفنا على مدينه اوشوايا، انطلقنا بالسفينه من أوشوايا إلى القطب الجنوبي، طبعا يسمونها أنتاركتيكا لأن هي جزئية بسيطة من جزئية من الجزء الشمال الغربي من القطب الجنوبي، هاي المنطقة الوحيدة اللي ممكن نوصلها، أما المناطق الثانية تكون طبعا أبرد وأبرد. درجة الحرارة كانت 30 تحت الصفر، هذا لأنه فصل الصيف، أما في فصل الشتاء كان يوصل إلى 90 تحت الصفر. على العموم بعد ما رحنا دخلنا بالباخرة في البحر، يعني طبعا بدا دوار البحر من أوشوايا الى القطب الجنوبي تقريبا 48 ساعه، لكن طبعا ما في اي راحه لان فيها امواج عاليه جدا جدا، يعني توصل من الى 30 قدم، فحتى يمكننا ننام نلاقي نفسنا نايمين هالصوب، بعد شوي نلاقي نفسنا نايمين الصوب الثاني، وكنا نطيح من السرير، فحتى حركتنا في السفينه كانت وايد وايد صعبه. الاكل كان جدا صعب اول يومين طبعا، لانه صعب ان ناكل في الاجواء هاي اصلا. بعد 48 ساعه حسينا ان خلاص البحر هدى، وقالنا الكابتن اطلعوا برا شوفوا خلاص وصلنا احنا القطب. ففعلا يوم طلعنا شفنا منظر، يعني طبعا سبحان الله على هذا المنظر، جبال بيضة، البياض يغطي كل مكان في البحر، شوي 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 طلعت لنا جبال اعلى واعلى، قالوا لنا خلاص انتم وصلتوا النيل القطب الجنوبي، يلا كل واحد يبدل ملابسه ويتجهز وننزل
الأرض القطب. طبعاً جهزنا لازم نكون سريعين في عملية اللبس، لازم خلال دقيقتين نكون لابسين، نلبس 4 طبقات من الملابس، لأن طبعاً الجو جداً جداً بارد. بعد ما نلبس الملابس والجاكيت الخاص بالثلج ننزل للزودياك. قبل ما ننزل الزودياك عبارة عن قارب مطاطي يشيل تقريباً 8 أشخاص، طبعاً لازم نكون قاعدين عند بعض عشان ندفي بعض. لما تهب الرياح تشيل معاها نسبة شوية ثلوج سنو بسيط يعني، لكن يعني يوم يضرب الوي كأنه شوك، فلازم بعد نغطي ويهنا. قبل ما ننزل الزودياك نحط ريولنا في أو أحذيتنا يعني، نحطها في مادة كيميائية قبل ما ننزل الزودياك عشان ما نشيل جراثيم من السفينة إلى القطب الجنوبي، وهكذا لما نرجع بعد نفس الشيء نحطها في المادة الكيميائية. بعد ما نزلنا لأراضي القطب الجنوبي طبعا نزلنا في مكان يعني استقبال حار من البطاريق، كانوا حوالينا وكانوا صغار يعني ما توقعنا شي أشكالهم تكون. طبعا أشكال صغيرة هي موجودة في الجزء الشمالي منا، أما في الأجزاء الجنوبية في القطب الجنوبي بتكون أجزاء البطاريق تكون طويلة وفيها من الريش أصفر يعني، فالمهم كانوا يخافون منا ونحاول نتقرب منهم لكن كانوا وايد وايد خايفين منا. واحنا قاعدين نصور في البطاريق، لأن أكيد ما راح نشوف هالبطاريق في مكان ثاني يعني. طبعا هالجاكيت يعني يدفي لكن مو ذاك الدفء، في جاكيت ثاني اللي هو ضد الثلج اللي كنا نلبسه يعني، أحيانا كنا نلبس هالجاكيت فوق الجاكيت اللي ضد الثلج. وهذا الهات طبعا تابع حق كنا نحطه لازم نغطي له منطقة الأذن، والشوز هذا كنا نلبسه في مدينة أشواية بس ما كنا نلبسه في القطب الجنوبي، هذا بس حق الهايكين نلبسه حق يوم نصعد الجبال الصخرية. أنا طبعا ما بوقف عند هذا الحد من بس المغامرة وصول القطب والناس تتكلم عنه، لا أبي أسوي شيء أكبر من كذي. في مغامرة ثانية، بس أنا حين إن شاء الله بعد شهر رمضان المبارك راح أروح لدولة أوغندا، واختارتني الحكومة الأوغندية أني يعني أشوف المناطق السياحية ومناطق البزنس وأرجع بهاي الفائدة داخل الإمارات وأسوي بروموشن لأوغندا وأسوي ممكن تعاون بزنس أو تعاون سياحي بين الدولتين، وهذا طموح جيد.